مساء الخير للجميع، نرحب بكم في هذه النشرة الجوية التي سنستعرض فيها تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة على عموم مناطق المملكة خلال الساعات القادمة وأيضا خلال 24 ساعة القادمة. نبدأ نشرتنا بالتوقعات الجوية للعاصمة عمان. خلال فترة السحور تتفرق بعض الغيوم العالية، 18 درجة مئوية كحرارة مقاسة عمان ملموسة، والمحسوسة تكون 17، الرطوبة 50%، أما الرياح تكون شمالية غربية خفيفة السرعة، وبالتالي السحور في الخارج سيكون ممتاز. توقعات الجوية لباقي مناطق المملكة اليوم غد، نبدأ بالمنطقة الشمالية، ارتفاعات واضحة وكبيرة على درجات الحرارة، المفرق 35 إلى 21، إربد 32 إلى 20، جرش 33 إلى 22، وعجلون 30 إلى 21 درجة مئوية. المنطقة الوسطى الزرقاء 35 إلى 22، العاصمة عمان 30 إلى 19، البلقاء 29 إلى 20، مأدبة 30 إلى 19، والبحر الميت 34 إلى 25 درجة مئوية. المنطقة الجنوبية الكرك 31 إلى 20، الطفيلة 27 إلى 18، معان غائم جزئي 32 إلى 18، الشوبك 25 إلى 16، والعقبة طقس حار 35 إلى 23 درجة مئوية. أخيرا المنطقة الشرقية أحوال جوية غير مستقرة، فرصة لزخات من الأمطار خاصة خلال ساعات ما بعد الظهيرة والعصر، الأزرق 37 إلى 21 درجة مئوية، أرويشت 35 إلى 20، والصفاوي 35 إلى 19، مع تفرق للغيوم على ارتفاعات منخفضة والتي تعمل على هطول زخات من الأمطار. كان هذا كل ما لدينا لحد الآن، إلى اللقاء.